مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم واهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج مع الحدث. وفي الجزئيه الاول الذي سنناقش فيه اخر المستجدات المتعلقه بالازمه الليبيه، واخرها البيان الصادر عن اتحاد القبائل الليبيه الذي جاء على اثر الندوه الصحفيه التي عقدها وزير الخارجيه احمد عطاف مع رئيسه البعثه الأممية في ليبيا ستيفاني خوري. مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة المحلل السياسي الباحث في الدراسات الاستراتيجية أستاذ نبيل كحلوش. أستاذ أهلا بك وشكرا على تلبية هذه الدعوة. شكرا استضافة أستاذ منير، مرحبا بكل المشاهدين الكرام. أهلا بك. مع أربط الاتصال عبر تقنية سكايب مع المحلل السياسي الليبي محمد انطريد. أستاذ محمد أهلا بك وشكرا على تلبية هذه الدعوة. أهلا وسهلا بكم بقناتكم الموقرة. أبدأ معك ضيفي عبر سكايب ومن ليبيا. في البداية أود أن أسألك عن قراءتك لما جاء في البيان الصادر عن اتحاد القبائل الليبية الذي ثمنت من خلاله التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية أحمد عطاف. طبعا يعني المادة هذا البيان مقام به السيد مع ستيفاني فوري في التباحث حول أهم نقاط، وهي إخراج المرتزقة وإخراج القواعد العسكرية من الدولة الليبية. وهذا كدور الجزائر يعني تعتبر دور رائد، كدولة الجزائر جارة ولديها ارتباط تاريخي مع الدولة الليبية، وباعتقادي أن هذه الخطوة خطوة هامة في هذا التوقيت، وخاصة في ظل الانفراجات نوعا ما السياسية التي تحدث اليوم يعني مع دول شريكة مع الملف الليبي مثل تركيا اليوم والقاهرة مصر. فأعتقد أن المبادرة الجزائرية مبادرة في هذا التوقيت مهم، والشعب الليبي دائما لديهم ارتباط يعني مهم مع الحكومة الجزائرية والشعب الجزائري، والتاريخ طبعا هذا هو اللي رسم هذا الشيء يعني. وهذه خطوة نأمل أن الجزائر تفعل خطوات يعني أكثر ما هي وصلت عليه اليوم من خلال العمل من خلال الاتحاد الأفريقي أو التباحث مع الأصدقاء والشركاء العرب أو الشركاء الأجانب الذين ممكن من خلالهم يضعوا فرضيات على القواعد العسكرية والمرتزقة الأجانب المتواجدين في الدولة الليبية. من هذا الباب ممكن تكون الجزائر قادرة، لأن لديها استطاعة على فرض سلطتها على ما تفعله البعثة الأمم المتحدة، ولديها تجربة سابقة في دعم عبد الله باتيلي في بعض المناطق السياسية، ولكن بأت يعني نوعا ما بالفشل، لم يستطيع استكمال هذه المشاريع التي قدمها. فننتظر اليوم من خلال هذه المبادرة خطوات جادة وفعالة من خلال استجابة البعثة بعد جلوس السيدة ستيفاني خوري مع وزير الخارجية الجزائري. نعم، إذن الجزائر وعلى لسان وزير الخارجية عطاف كانت تؤكد في كل مرة أن الحل وحلحلة الأزمة الليبية لن يكون سوى بالتوجه نحو المسار الانتخابي. نعلم أنه الطريق الآن هو غير معبد لهذا الخيار أو للتوجه نحو الانتخابات. يعني أنت كخبير أو كمحلل سياسي ليبي، كيف ترى ربما جاهزية ليبيا والوضع هناك للتوجه نحو الانتخابات في هذه المرحلة؟ طبعا الأرضية في ليبيا تعتبر متوترة جدا، وأعتقد القسام السياسي الحاصل بين الأطراف السياسية والصراعات والانقسامات بين الشرق والغرب ومعروف للعالم، معروف لكل المراقبين السياسيين على المستوى المحلي أو الدولي. فأعتقد أن السبب الرئيسي في فشل الملف السياسي الليبي هو التدخلات الأجنبية، واعتقد نحكو على دولتين مهمات يعني دولة لديها نفوذها في المنطقة الغربية وهي دولة تركيا من خلال تواجد عديد من القواعد العسكرية هناك، وأيضا مثل دولة مصر بتحالفها مع الشرق الليبي. وشفنا أيضا في مصراتة مثلا مدينة مصراتة قواعد إيطالية وفرنسية متواجدة هناك، وأيضا شفنا عديد من الطائرات اليوشن تنزل من بريطانيا. كل هذه المعطيات لا تبشر أن الملف السياسي سوف يتم حلحلته بهذه السهولة، لأن زي ما قلت الطريق غير معبدة. وأعتقد أن الأفضل أن تكون الجزائر الدولة الوحيدة المحايدة. تقريبا الجزائر على مدى السنوات السابقة لم تفعل أي استباقات مسيئة للشعب الليبي ولا للدولة الليبية، ولم تقم بأي مبادرة تسيء للشارع الليبي. فأعتقد أن أفضل دولة وأهم دولة اليوم في الوطن العربي وكدولة جارة مثل الجزائر ممكن أن تستحوذ أو تستقطب
الحوار السياسي القادم من مع البعثة الأممية في الدولة الجزائرية، وهذا لا يمنع أن قابلية الشارع الليبي والسياسيين والأطراف الصراع في الدولة الليبية لدولة الجزائر مرغوبة موجودة، وهذا يعني نحن نعول عليه. ودليل البيان اللي قامت به القبائل الليبية يعني جاء في صلب دعم المبادرة اللي قدمتها دولة الجزائر. ضغوطات العربية وخاصة كدولة جزائر، دولة تعتبر مهمة في شمال أفريقيا، تستطيع أن تضغط على دول اللي قاعدة تنشف في قواعدها في ليبيا من خلال أمنها القومي. لما نتحدث على أمن الوطن الجزائري وحدودها الجغرافية الممتدة بكيلوات الأمتار بين ليبيا والجزائر، هذه القواعد والمرتزقة المتواجدة في الدولة الليبية حتعرض دولة الجزائر مع الوقت لمخاطر. واعتقد الجزائر اليوم الدولة الوحيدة العربية المستقرة من ربيع العربي، يعني نوعا ما الجزائر لما مرت بهذه الموجة استطاعت أن تخرج منها بسريعا وتنظم صفوفها وتكون اليوم دولة رائدة وقادرة على إنشاء نفسها. فالجزائر أعتقد تستطيع تذويب الصراع الموجود على الملف الليبي من خلال فرض اشتراطات، لأنها دولة حدودية أولا، ثانية دولة اتحاد المغاربي، دولة في موجودة في الاتحاد الأفريقي، الحليف مشترك مع الدولة الليبية في السابق، لديها يعني عوامل تساعد دولة الجزائر بأنها تتدخل في الملف الليبي وأن تكون هي الدولة المحايدة أن تلم الأطراف من الشرق ولا من الغرب حتى الجنوب. حتى الأطراف النظام السابق الموجودين يحاولوا اليوم يرجعوا للسلطة، تقدر الجزائر بعلاقتهم بهم زمن السابقة باحتوائهم فيما في جلسة ثلاثية بين أطراف الصراع، يعني بإمكانهم استدعاء من يقومون بقيادة الهيئة الحاكمة في الشرق الليبي، أيضا من يحكمون طرابلس، وأيضا من يريد السلطة من النظام السابق استدعائهم في الجزائر واستقطاب حوار سياسي بإمكانهم خلق بيئة لحل المشكلة، لأن متواجد القواعد المرتزقة في الدولة الليبية لن يستقر الملف السياسي، وهذا أمر خطير ويعرض حتى الدول الجوار على رأسها الجزائر للمخاطر المستقبلية. وهذا تمرير وتفتيت الملف الأفريقي، وأعتقد أن شفنا كيف أن اليوم شفنا في النيجر وبوركينا فاسو وعديد من المشاكل حدثت في هذه الدول، هل في صالح الشعب هم أو لا لا نعلم، مع الوقت يبين ذلك، ولكن هذا الانجرارات الموجودة في أفريقيا ممكن تأتي إلى الشمال بين الجزائر وتونس وليبيا ومصر والمغرب، دول يعني الشمال معرضة للخطر لو استمر الصراع في وسط أفريقيا بهذا الشكل بين دولتين روسيا وأمريكا، سيعرض لهذه المناطق للمخاطر. نعم، وصلت الفكرة. إذن المحلل السياسي الليبي محمد أنطريد كنت معي عبر سكايب، نشكر لك مداخلتك ونشكر لك كل هذه التفاصيل القيمة. أعود إليك ضيفي في الاستوديو أستاذ نبيل، ربما تعطينا رؤيتك ربما أو قراءتك للبيان الذي جاء به اتحاد القبائل الليبية. ممتاز. على كل حال إذا ركزنا في واحدة النقطة هامة جدا، وأعتقد أني سأنطلق مما ختم به الأستاذ من ليبيا، حينما نتكلم عن إزاحة المرتزقة هو تكلم في آخر كلمة عن دول الساحل، لأنه فعلا الأمور مرتبطة بعضها بعض بشكل معقد جدا. ننطلق من البيان في حد ذاته، تكلم على قضية المرتزقة. إذا قرأنا الشمال الإفريقي عموما، نبدأها من ليبيا ثم نأتي إلى الجزائر، نأتي بأنه أو نرى بأنه هذه المرتزقة وكأن جغرافيتهم أصبحت مدروسة. قال ليبيا على شرق الجزائر، ثم مالي والنيجر في جنوب الجزائر، وهؤلاء المرتزقة باتوا ينتمون من الغرب والشرق على حد سواء، يعني حتى هناك أطراف محسوبة كشركاء استراتيجيين بالنسبة للجزائر، أذكر على رأسها روسيا، أصبح مرتزقها يسرحون ويمرحون في المنطقة بشكل صدامي جدا يؤدي إلى نتائج عكسية. نعود إلى قضية ليبيا في حد ذاتها. ستيفاني خوري على كل حال هي مختصة في الفقه الدستوري في الفقه القانوني في حد ذاته، بمعنى تعرف كيف تدير الأزمات وما بعد الأزمات بناحية أو بطريقة قانونية. تكلمت هذه القبائل عن نقطة هامة جدا اللي هو الدور الجزائري. ما هو الدور الجزائري في حد ذاته في أزمة ليبيا؟ ليس فقط تقديم المقترحات، إنما هناك ما هو خفي أيضا عن الجانب الإعلامي. نحن نتكلم الآن عن مساحة تجارية كبيرة بين الجزائر وبين ليبيا متعلقة بمنطقة واتسوف. نتكلم عن القرب الاجتماعي ما بين الليبيين وبين الجزائريين، وعلى رأسهم فيما يخص ولاد نايل. مثلا احنا عندنا ولاد نايل في الجلفة، هم كذلك عندهم النوايل بعشرات الآلاف في ليبيا. فهذا التقارب الاجتماعي ما راهش مجرد يعني عامل أو رقم من الأرقام، وإنما عنده أهمية جدا. نعم، عنده أهمية كبيرة في الداخل الليبي. فحينما نتطرق إلى هذه النقطة،
سندرك بأن الكثير من المفاتيح الليبية موجودة داخل الجزائر بسبب هذا الترابط الاجتماعي من جهة، التخومية الجغرافية من جهة ثانية، وكذلك العلاقات الاقتصادية حتى وإن لم تصل إلى المستوى المطلوب من جهة ثالثة. في هذه الحالة ستجد القبائل الليبية بأنه لا يمكن أن تجد أي دولة في المنطقة تفهمها سواء بالطريقة هذه القبلية أو باللغة القبلية أو باللغة الجوارية أكثر من الجزائر. فمصر حاليا أزمة سد النهضة بالإضافة إلى الحرب في غزة لوحدهما يعني خلاص أزاح مصر من المشهد تماما، فلا يمكنها أن تستجيب لأي أزمة أخرى طارئة متعلقة بليبيا. نتكلم عن تشاد، تشاد مجاورة لبؤرة حرب من أكبر بؤر الحرب في الشرق الإفريقي اللي هي منطقة دارفور في السودان. نعم. إذن تشاد تم تحييدها، مصر تم تحييدها. نتكلم عن النيجر، النيجر كذلك المجاورة جنوبا لليبيا، يعني وصلت إلى مرحلة من الأزمة، أزمة دستورية في 2023، وفي 2024 مؤخرا زادت وصلت إلى قاطعة مع أوكرانيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية في الشمال، وبسبب كذلك التداعيات الموجودة في مالي المجاورة للنيجر في الجنوب، بمعنى ما الذي سوف تقدمه النيجر بالنسبة لليبيا. تونس نحن نتكلم أيضا عن دولة لا زالت لحد الآن تعمل من أجل الاستقرار السياسي والاقتصادي منذ سنة 2019. إذن عندنا دولة واحدة فقط اللي هي الجزائر أصبحت تجابه على عدة جبهات، سواء على الجبهة الإقليمية أو كذلك على الجبهة الدولية من أجل حد التدخلات الأجنبية في ليبيا. وهنا استذكر واحد المقولة قالها أعتقد رئيس الوزراء الإيطالي في 2017، لما قال هو استخدم واحد العبارة هي فيها مثل إيطالي يقول أنه الطبخة التي تكثر فيها الأيادي تفسد. فليبيا شهدت تقريبا أكثر من 30 مبادرة، فكيف إذن لا تفسد؟ وهذه المبادرات ليست مبادرات قانونية بحتة يعني تطبق مباشرة، إنما كل مبادرة عندها خلفية سياسية وراءها مصالح ربما. بالضبط. فالآن لما نشوف إذن الوضع في ليبيا كاد، أقول كاد أنه يحل في واحد الوقت. في ديسمبر 2020 كانوا رايحين إلى انتخابات، تأجلت إلى جانفي 2021، ثم ما راحوش الانتخابات. بعدها كان يقال بأنه راح يديروا مؤتمر للمصالحة الوطنية ويذهبون إلى الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2023، ما راحوش إلى الانتخابات. طيب ما الذي ينقص لتعبيد الطريق نحو المسار الانتخابي في ليبيا؟ الحرب في غزة لابد أن تنتهي. ربما أي واحد يسأل وش علاقة هذا الأمر، ما هو الرابط؟ ببساطة كانوا رايحين إلى تسوية معينة في ليبيا في وقت ما، بعد ذلك حينما أتت الحرب في غزة وكأنه الأمور بدأت تختلط بطريقة أخرى. لماذا؟ كانت هناك مشاريع طاقوية، كانت هناك مشاريع طاقوية منذ بداية الحرب في أوكرانيا. هنعود نجيب نقطة بنقطة. في 2022 رأى الغرب بأنه مستحيل يحافظ على أمنه الطاقوي بعد أن بدأت الحرب ما بين أوكرانيا وروسيا، فقاموا في مدريد 2022 في شهر جوان قام الناتو بعقد مؤتمر، هذاك المؤتمر وضع فيه ما يسمى بالبوصلة الجيوسياسية الجديدة، وقال في ذلك التقرير بأنه تفكيره مبني على مرتكزين. المرتكز الأول البحث عن مصادر جديدة موثوقة ومستقرة للطاقة، والمرتكز الثاني افترض بأن منطقة شمال إفريقيا والساحل والشرق الأوسط هي أكثر المناطق تضررا منطقيا، هذه المناطق هي اللي فيها الطاقة اللي يحتاجها الناتو أو الغرب أو أوروبا عموما، وفي الوقت نفسه هي الأكثر توترا. ما الذي يعني ذلك؟ يعني ببساطة أن الناتو راح يصيغ استراتيجية للتدخل في هذه المنطقة من أجل الحفاظ على المصادر الموثوقة للطاقة. الناتو إذا شفناه من أقصى الشرق تركيا باعتبار عضو إلى غاية إسبانيا والبرتغال، سنجد بأن أكثر المناطق التي تسخر بالطاقة وهي قريبة جدا إلى الناتو، يعني قريبة له إقليميا مجاورة له، سنجد مباشرة العراق نعم اللي مجاور لتركيا، ثم نجد سواحل عسقلان الفلسطينية المجاورة إقليميا على البحر مع قبرص الأوروبية، ثم نجد مباشرة ليبيا المجاورة لإيطاليا، ثم نجد الجزائر المجاورة إقليميا بحريا لإيطاليا فرنسا وإسبانيا. في هذه الحالة كان هناك مشروع اللي هو أنبوب الطاقة الإسرائيلي الأوروبي الذي
أرادوا إقحام مصر فيه وأرادوا أن يمدوه من عسقلان من سواحل فلسطين إلى قبرص ثم قبرص إلى اليونان. في تلك الحالة بكل صراحة كان رح يتم تهميش ليبيا تهميشا كبيرا، لأنه هذاك الأنبوب الذي سيحافظ على الأمن الطاقوي لأوروبا سيجعل أوروبا غير مرتبطة بشكل كبير مع الجزائر ولا تحتاج بشكل كبير إلى الطاقة الليبية، بمعنى أنه هذا الأنبوب الغازي الجديد اللي يشرف عليه الكيان الصهيوني راح يمد واحد الأمن الطاقوي كبير بالنسبة لأوروبا. لما بدأت الحرب انقلب كل شيء، لا يمكن أن ينشئوا مثل هذا الأنبوب. فلهذا لابد إذن أن يعودوا إلى مصادر الطاقة التقليدية، وعلى رأسها في شمال إفريقيا ليبيا والجزائر. حاليا نلاحظ بأن ليبيا لما كادت أن تصل إلى الحل قاموا بكسر الحل، علاه؟ لكي يواصلوا استنزافها أكثر فأكثر. فعلى سبيل المثال الأطراف المستفيدة يعني بتتغذى من الصراع المتوجه بالضبط. فلذلك لما نشوف أن ليبيا كادت أن تصل إلى الحل ثم عادوا رجعوها إلى مربع الصفر، بمعنى أنه وكأنهم يجعلون ليبيا خلينا نقول وكأنه ريزيرف احتياطي فقط إلى غاية إنشاء ذلك الأنبوب الإسرائيلي على سبيل المثال من سواحل عسقلان إلى أوروبا. ثم أيضا الجزائر يحاولون حاليا بطريقة أو بأخرى في منطقة الساحل أن يتصادموا حتى أو يعني يصيغوا صدامات معينة حتى يحيدونها عن المشهد، وكأن الجزائر تبقى تركز فقط في مالي النيجر والصحراء والساحل ولا تفاوض من منطلق قوة على ملف الطاقة مع أوروبا، وهذا هو الذي نلاحظه حاليا. بما أنه الأمر هذا هو يعني من ناحية الواقعية نجد كأن الجزائر الآن أمام ملفين، الملف الليبي الذي أخذ شكل آخر كما قلت آنفا، وملف آخر اللي هو أنه أصبح هناك محورين متوازيين لبعضهم البعض يتشكلان في الإقليم الجنوبي للجزائر. محور أوروبا الإكواس يتصادم مع محور روسيا الساحل. فالإكواس بالنسبة لأوروبا وكأنها امتداد اقتصادي للغرب وكذلك امتداد استراتيجي، في حين أنه نجد مباشرة روسيا فجأة أصبحت في الساحل بطريقة صدامية تمس بالأمن الجزائري. يعني هنا ما تهنيناش من التدخلات الأجنبية الغربية، حتى زجت التدخلات الأجنبية أيضا الروسية. في هذه الحالة محورين موازيين لبعضهما البعض يقومان بإحداث صدام كبير في إقليم الجزائر الجنوبي. إذن في هذه الحالة كيف يمكن الجزائر أن تؤدي هذا الدور الموازن؟ يعني على سبيل المثال حاليا نلاحظ أن مالي والنيجر قاموا بقطع العلاقات مع أوكرانيا، يعني خلاص مشوا مع روسيا بشكل كبير. أوكي. ومنظمة الإكواس كما رأيناها قبل عام أرادت أن تتدخل عسكريا في النيجر نيابة عن فرنسا والغرب عموما. هنا وراهم رايحين بالضبط السيناريو اللي هم رايحين ليه؟ ما هو بالضبط؟ روسيا راهي بعيده واوروبا راهي بعيده، يعني في النهايه من الذي سوف يدفع الثمن؟ هي شعوب المنطقه فقط. أكيد. وتبقى دائما الجزائر تجري معاهم باش تعاود تامن الحدود. وقال انت روح ندير لك مبادره وانت يا اصبر ما ديرش انقلاب وانت كذا وانت كذا. اذا في هذه الحاله وجدت الجزائر نفسها في معضله استراتيجيه، حيث اصبحت وكانه الأطراف الغربية مع الشرقية على حد سواء تصفي حساباتها ليس فقط في أوكرانيا في يعني في شرق أوروبا، بل تصفي حساباتها أيضا في تنزهواطين الجنوبية. طيب بما أن الجزائر وجدت نفسها ربما في هذا الموقف، ربما ما هي المفاتيح التي تملكها الآن لمرافقة الليبيين في حلحلة أزمتهم؟ يعني الحلول، التوجه أكيد نحو الحلول السلمية والسياسية. تحدثت منذ قليل عن الجيرة، تحدثت ربما عن التقارب الاجتماعي، ما هي المفاتيح ربما والأوراق الأخرى التي يمكن من خلالها أن تساهم في حلحلة الأزمة في ليبيا؟ ربما فعلا تحليل قادنا من ليبيا إلى الساحل ومن ساحل أوروبا بحكم أنه قطع أحجية فعلا هي معقدة ومركبة مع بعضها البعض، ولكن فيما يخص ليبيا مترابطة. وفيما يخص ليبيا مفاتيح بالنسبة للجزائر قبل أن أذكرها لابد أن ننبه إلى أمر، أن المشكل الليبي هذا هو المشكل، أنه مرتبط مع الساحل من جهة وما ما يحدث في الشرق من جهة أخرى ومع ما يحدث في الغرب من جهة أخرى أيضا، بمعنى أنه باش تحل مشكلة تلقى روحك لازم تحل على الأقل ثلاثة مشاكل أخرى مرتبطة في ثلاث أقاليم مختلفة. هذا هو المشكل. يعني أي رؤية جيوسياسية راح تخرج في مثل هذه الحلول. لذلك المفاتيح بالنسبة للجزائر راح تكون وفق طبيعة هذه الأزمات المركبة. هذه الأزمة الليبية فيها بعد طاقوي أم لا؟ فيها بعد طاقوي. فالمفتاح إذن بالنسبة للجزائر راح يكون بالنسبة لها ملف الطاقة. فعلى الأقل في تصوري إنشاء مشروع مشترك ما بين الجزائر وليبيا فيما يخص الطاقة، أو على الأقل مد أنبوب من الجزائر ليبيا إلى غاية مصر التي حاليا يقوم الكيان الصهيوني بابتزازها بملف الطاقة، أعتقد أنه هذا قادر يكون من المشاريع المشتركة الشمال إفريقية التي
تؤدي ربما إلى وضع خط مشترك ما بين الجزائر ليبيا ومصر يجعلهم يسيروا بطريقة على الأقل أقول بطريقة متوازنة أحسن من اللي يكون كل طرف يمشي بشكل منفرد غير متوازن. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أو المفتاح الثاني هو المفتاح الاجتماعي. لما نقول النوايل في ليبيا كقبيلة من أكبر القبائل، لأنه البناء الهرمي الاجتماعي في ليبيا عندنا العشيرة القبيلة ثم كل قبيلة عندنا يعني العائلات الكبرى بطبيعة الحال، فالتعامل معهم باللغة التي يجيدونها أي باللغة القبلية وعدم إقصاء الطابع القبلي الموجود سواء في ليبيا أو كذلك سواء في الجزائر، هذا راح يقدم حل بما يسمى بالقوة الناعمة soft power أحسن من القوة الصلبة. يعني المرتزقة تاع فاغنر على سبيل المثال لما يجيك إلى ليبيا مش حيعرف الفرق ما بين القبيلة هذه والقبيلة هذه والأخرى، ما عندوش هذيك القابلية الاجتماعية بالضبط، هو مصمم ومبرمج فقط على القتال العسكري. ولكن بعض الأمور لا تحل بالشكل العسكري فحسب، وإنما هناك الجانب الاجتماعي. فأعتقد بأن زيادة التعاملات الاقتصادية بيننا وبين الليبيين وكذلك زيادة حتى أعتقد الزيارات ما بين بعض الأحزاب السياسية إلى ليبيا، الجزائرية أقصد إلى ليبيا، وكذلك بعض الأعيان من الجزائر وليبيا، مثلا اليوم القبائل الليبية اللي أصدرت بيان، دليل وأيما دليل على أن البعد الاجتماعي لا يمكن إقصاؤه من الحل الليبي. أكيد. كذلك مفتاح آخر اللي هو المفتاح الأمني. نحن نتكلم اليوم عن مبادرة لصياغة التكتل الجديد الجزائر تونس وليبيا. هذا ليكون يعني وكأنه اتحاد مغاربي جديد، هذا التكتل أو هذه المبادرة لابد أن تكون كذلك في جانب ما أمنية، تنسيق استخباراتي أو تنسيق عسكري ما بين هذه الدول الثلاث، لأنه ببساطة التحديات الدولية الجديدة سواء كانت تحديات أمنية أو اقتصادية لا يمكن مجابهتها بشكل منفرد وإنما بالتكتلات. نحن نجد تحديات مشتركة، تحديات مشتركة. احنا نشوفوا الناتو والاتحاد الأوروبي في حرب واحدة مع أوكرانيا رغم التكتل هذاك وما قدروش يواجهوا أو يحتوي كل الأزمة، بل حتى أنه بعض الدول الأوروبية بدأت تغرد خارج السرب، على سبيل المثال مجر الدولة الأوروبية، ولكن المجر أصبحت تتعامل بالروبل الروسي، بمعنى أنه حتى داخل أوروبا أصبحت هناك انقسامات رغم أنهم في تكتل واحد، فما بالك أن نواجه تحديات كبرى أصبحت تضرب الشرق والغرب على حد سواء ونحن منفردون، الأمر هذا محال تماما. بالإضافة إذا إلى مفاتيح أخرى أيضا، على سبيل المثال ما الذي تحتاجه حاليا ليبيا وتفتقده هو الاستقرار المؤسساتي، الجزائر مستقرة مؤسساتيا، ما الذي تحتاجه تونس عندها مؤسسات ولكنها تحتاج إلى الاستقرار الاقتصادي، ليبيا أحسن اقتصاديا من تونس، الجزائر كذلك، بمعنى أن هذه الدول كل واحدة عندها حاجة ربما تنقصها الدولة الأخرى في بإمكانها أن تكملها به. فلهذا التعاون في إطار تكتل إقليمي جديد هو الذي قد ما نقولش وصلنا إلى حل الأزمات ولكن على الأقل يحدها من التطور أكثر فأكثر، يعني حتى لا تصبح هذه الأزمات مثل الفيروس الذي يتحور ثم يتأقلم مع مختلف المبادرات والحلول المستجدة. نعم، هذا المحلل السياسي البحث في الدراسات الاستراتيجية نبيل كحلوش، شكرا على تواجدك معنا وشكرا على كل هذه التفاصيل القيمة. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الجزء الأول من برنامج مع الحدث، فصل قصير ونعود، ابقوا معنا.